التعديلات في القانون الجنائي، هناك تعديلات. لن نعود إلى 2011 باش نتجاوز 2023. نحن نسير إلى الأمام ولا نعود إلى الوراء. سنقوم بتغييرات كبيرة. عدنا النظر في العقوبات، عدنا النظر في طبيعة التعامل مع بعض الجرائم، وأعدنا النظر في بعض، وخلقنا نصوص جديدة لبعض الجرائم التي خلقتها المرحلة. حماية الناس في حياتهم الحميمية، حماية أسرار الناس، حماية الصورة التي تهم الإنسان، إلى غير ذلك من النصوص التي ستصلكم. أعرف أنكم متشوقون لقراءته، ولكن أنا أشعر بلذة أن أعذبكم قبل أن أصدره.